أهلا بكم في مرايا. لم تمضي أيام على إعلان الرؤية السعودية 2030 وتحديد المنهج النظري والأهداف المتوخاة حتى خطت الرؤية السعودية أولى خطواتها العملية على ميدان الواقع بتجديد وهيكلة الجهاز الحكومي السعودي. أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز جملة من الأوامر قضت بدمج وزارات وإلغاء أخرى واستحداث وزارات جديدة وهيئات عامة في مجالات بعضها مبتكر من نوعه، من أمثلتها هيئة عامة للترفيه، وأيضا طبعا هيئة أخرى للرياضة وثالثة للثقافة. قرارات الهدف منها واضح، وهو إعداد الأرضية الحكومية المناسبة التي يسير عليها قطار الرؤية السعودية الجديدة، يسير عليها بلا عوائق أو قضبان قديمة. أهم جملة قالها المسؤول عن ملف الرؤية الوطنية السعودية للمستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في حواره مع ترك الدخيل في العربية، حسب تقديري أن أهم جملة، هو أن السعودية نشأت وقامت واتحدت بهذا المسمى قبل أن يكون النفط عصب المال السعودي وخزان النقد الحكومي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو أن الثروة الحقيقية للسعودية ولأي مجتمع صحيح العقل والعزم هو الإنسان، الإنسان أولا الإنسان آخرا. حين قام الرجال مع المؤسس الملك عبد العزيز ببناء هذا الصرح الكبير، السعودية كانوا يعتمدون بعد الله على قوة الإرادة وهمة العمل في عصور الشظف والفاقة، ولكن لم يفت ذلك في عزائم الرجال، وعبرت البلاد من حربين عالميتين الأولى والثانية سقطت فيها إمبراطوريات وملكيات. ما يراد للسعودية هو تحرير كامل لكل مكامن القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قوام ذلك كله الإنسان السعودي، فهو هدف هذه الرؤية وهو وسيلة تحقيقها، هذا ما يراد، وهي مهمة المهام وليس مجرد هبات أو هبات مفاجئة. لذا فالوضوح بالشرح مهم للسعوديين ولغيرهم، فنحن لسنا أمام رخاء مادي مباشر، بل هوية جديدة للسعودية أصلها التنمية الدائمة، وبعد سنوات قريبة 4 سنوات ليست زمنا بعيدا سنرى أولى ثمار هذا الأمر. والكلام الذي قيل في الرؤية الوطنية وإن كان يبدو للبعض مثل الحلم إلا أنه كلام مغرق في الواقعية ولغة الأرقام. على كل حال، الأهم من هذا كله هو السؤال، هل هناك بديل آمن عملي ودائم عن هذا الطريق، طريق التنمية والرؤية المستقبلية؟ نعم، هو طريق صعب، غير أنه ليس مستحيلا، هو طموح كبير لكنه ليس حلما خياليا، طريق بدأ من خلال رؤية للغد، وبدأها الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم بحكومة سعودية جديدة لرؤية جديدة. إعادة هيكلة الوزارات وآلية العمل في السعودية مستمرة منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إنشاء مجلسي الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبعد إعلان الرؤية السعودية 2030 أصدر خادم الحرمين عددا من الأوامر الملكية التي تنسجم مع متطلبات الرؤية وتحقيقها. القرارات أعادت هيكلة وزارات وأجهزة ومؤسسات حكومية، وألغت ودمجت ورتبت اختصاصات وزارات أخرى، كان منها إلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة لتكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإنشاء هيئة عامة للترفيه وهيئة عامة للثقافة. السعودية تسعى منذ تسلم الملك سلمان مقاليد الحكم إلى إعادة تهيئة العمل الحكومي ووظائف الحكومة في الدولة، وعبر رؤية 2030 سعي جديد لتقليص البيروقراطية. الفعل صدق الكلام، وكانت هذه التشكيلة بداية التشكل العملي لما قيل للناس وللعالم حين تدشين الرؤية السعودية قبل أيام. وعليه فمعنى هذا أن كل كلمة كتبت في كتاب الرؤية أو أعلنها عرابها محمد بن سلمان ليست من قبيل الإنشاء وحلو الكلام، بل هي إشارة انطلاق نحو سباق الغد الذي أعلن عنه قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين مؤخرا. وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة، ولتحقيق ما نأمله بأن تكون
بلادنا بعون الله توفيقه الموضوع للعالم على جميع المستويات. وقد اطلعنا على رؤية المملكة السعودية لقدام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليه مجلس الوزراء شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص وعاملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. سألنا الله العون والتوفيق والسداد وأن تكون رؤية خير وبركة وتحقق التقدم والازدهار في وطننا الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يجري ليس نمطيا ولا مشهودا من قبل، إننا بشهادة الإعلام الغربي غير الودود عادة مع السعودية في أغلبه طبعا أمام عقل مختلف وأسلوب مغاير وعرض جريء لا تحده حواجز مهما بلغت من ضخامة حتى لو كان حاجز النفط. الملك عبد العزيز والرجال اللي عملوا معاه في كل أنحاء المملكة لما أسسوا الدولة ما كان في نفط، أسسوها بدون نفط وأداروا هالدولة بدون نفط وعاشوا في هالدولة بدون نفط وتحدوا الاستعمار البريطاني ولم تدخل بريطانيا ولا شبر من السعودية بدون نفط برجال موجودين. هذا شو علاقة فرامكو؟ له علاقة أن أصبح اليوم كأن دستورنا الكتاب والسنة ثم البترول. هذه خطيرة جدا. إحنا صار عندنا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع. هذه خطيرة وهذه اللي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جدا في السنوات الماضية. هو بالنفط هو السلعة الرئيسية اللي يعتمد عليها اقتصاد السعودي. النفط يجي من عمل كاستثمار لا أقل ولا أكثر. استثمار شركة لها قيمة استثمار ويجب أن تملكها كاستثمار ولا تملكها كسلعة رئيسية أو مصدر دخل رئيسي. من قرأ تفاصيل رؤية السعودية 2030 وهي صدرت على كل حال في كتاب متاح للقراءة أنا قرأته يعرف أن ما يخطط له ويسعى هو في الحقيقة هوية اقتصادية وتنموية جديدة تبقي على الثوابت الحقيقية وتغادر ما هو من تجارب البشر الماضية. الإنسان السعودي هو محور هذه الخطط والرؤى والبرامج وهو هدفها وهو أداة تنفيذها، ولذا كان الاستثمار في الإنسان السعودي من جوهر الرؤية الجديدة، وأي استثمار أبقى وأقوى من التعليم. لا فصام ولا انفصال بين الاقتصاد والثقافة والعلم وبين الإنسان والآلة بين الحجر والبشر. من أجل هذا كانت الثقافة والترفيه الترفيه بمعناه الحقيقي وليس بالتصورات الفكاهية أو على قولتهم الطقطقة حسب مصطلح السوشيال ميديا، كانت هذه المعاني العميقة واضحة في عيون الرؤية السعودية. هذه هي الرؤية التي رآها السعوديون وهكذا علق عليها من راقبها. We'll be right back.
هذا هو الوعد وهذا هو الموعود، وإن غدا لناظره قريب، ومن لا يجرب الجديد فمحكوم عليه بالفناء والجمود، لا وقت يضاع. وفي الطريق إن تبين اجتهاد خاطئ أو رأي أصوب، الأصل أن يؤخذ به كما يقول العقل وتقول المصلحة، لكن دون توقف وحسابات تشل الحركة. هي رؤية تنظر لعام 2030، ولكنها لن تصبر حتى ذلك الوقت، كما قال عراب الرؤية في مقدمة كتاب الرؤية. قال أبو القاسم الشابي: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إلى اللقاء.